طريقي في معاثر الحياة. ربي أنت رفيقي عند ساعة الممات. أنت وحدك قلبي، أنت أيضا نسيم، أنت هدي لدربي، أنت فجري الوسيم. أنت وحدك دعوت، بيت آله علت واخدم امدي له صفدت ملكوش ما يونو حاسو خلد احتي نتلوح ملكوش ما يونو حاسو لم خلد تيران صلى وعلي ميت المران المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الآباد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من فرحت جبل يهوذا بالمولود العجيب، فرحنا نحن أيضا في ذكرى مولده، فنسمع صوتك ونبشر بظهورك ونتم مشيئتك هاتفين مع زكريا تبارك الرب الإله الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. برخمو ربو لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الإبن الكلمة السرمدي وشعاع الآب الأزلي الذي أرسل يوحنا قبل أن يتجسد ليعد له الطريق. برخمو ربو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. نشيد بك اليوم أيها الرسول السابق المعمد قائلين: يا ولدا بشر بمولده ملاك من لدن الله، يا صوتا صارخا في البرية، ونبيا علم بسر سيده وهو في حشى أمه، يا عهدا توسط العهدين فختم الناموس
وبدأ البشارة الجديدة. أيها العظيم في مواليد النساء، يا من جاء يخبر بالعظيم العلي، يا عنوان رحمة الله ورسول ملك السلام، يا كوكبا هدى إلى النور الحقيقي الآتي إلى العالم، وأضاء الكنائس والأديار. نسألك الآن يا نبي العلي على عطر البخور أن تستمد لنا نعمة المسيح صانعة المعجزات، فتزدان نفوسنا بالأعمال الصالحة، ونشهد بالإيمان الحق، ومع زكريا بيك ولصبات أمك نمجد الآب الذي أرسلك، ونسجد للابن الذي تقتى إلى رؤيته وأنت في الحشاء، ونشكر الروح الذي قدسك قبل أن تولد للثالوث الأقدس المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا، فاض التسبيح العطر فاللسان المعبود منشيد شاكر، يوحنا ابتسام النور للبيت الخالي المرجون. هللويا، أنت يا طفل تدعى نبي العالي، قدام الرب تسعى هدي الأجيال، تنشر علم الخلاص صدق البر والإخلاص. ابسط اللهم يمينك المقدسة على شعبك المؤمن، وبارك رعيتك، اقبل هذا البخور الذي قدمناه لك في ذكرى ميلاد يوحنا السابق، واهلنا أن نمدحك بالترانيم الروحية، ونعظمك ونشكرك وأباك وروحك لنا وإلى الأبد. قاضي شاط أنوه، قاضي شاط حي الكونو، قاضي شاط نومو يوتو، اترحم عليك. قاضي شاط أنوه، قاضي شاط حي الكونو، قاضي شاط اترحم علينا. قاضي شاط أنوه، قاضي شاط حي الكون، قاضي شاط نومو يوتو، أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. وابو الله قد جلت خلم الشيخ في الهيكل، يوم الوعد منك في ميلاد يوم.
الفلوات قوموا درب الآتي اليوم الوعد هلا في ميلاد يوحنا أصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية وبارك يا سيد. يا إخوتي قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا في حكم الشريعة أما تسمعون الشريعة؟ فإنه مكتوب كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية وواحد من الحرة. أما الذي من الجارية فقد ولد بحسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبقوة الوعد. وفي ذلك رمز، فصارت وهاجر تمثلين عهدين، عهدا من جبل سيناء يلد للعبودية وهو هاجر، لأن هاجر هي جبل سيناء الذي في بلاد العرب، وتوافق أورشليم الحالية لأنها في العبودية هي وأولادها. أما أورشليم العليا فهي حرة وهي أمنا، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اندفعي بالترنيم واصرخي أيتها التي لم تتمخض، لأن أولاد المهجورة أكثر من أولاد المتزوجة. أما أنتم أيها الإخوة فإنكم أولاد الوعد مثل إسحاق، لكن كما كان حينئذ المولود بحسب الجسد يضطهد المولود بحسب الروح فكذلك الآن أيضاً. ولكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. إن المسيح قد حررنا لنبقى أحراراً، فاثبتوا إذن ولا تعودوا تخدعون لنير العبودية، والتسبيح لله دائماً. الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تسير أمام وجه الرب لتعد طرقه. أمام بشارة مخلصنا المبشرات بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: تم زمان إليصابات لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقاربها أن الرب قد عظم رحمته لها ففرحوا معها.
وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها: لا أحد في قرابتك يدعى بهذا الاسم. وأشاروا إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه، فطلب لوحاً وكتب اسمه يوحنا، فتعجبوا جميعهم. وانفتح فجأة فم زكريا وانطلق لسانه وجعل يتكلم ويبارك الله، فاستولى الخوف على جميع جيرانهم، وتحدث الناس بكل هذه الأمور في كل جبل اليهودية، وكان كل من سمع بذلك يحفظه في قلبه قائلاً: ما عسى هذا الطفل أن يكون، وكانت يد الرب حقاً معه حقاً، والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح هو البركات من أجل كلامه الحي لنا. المسيح يسوع التسبيح هو البركات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. لحوالي 2000 سنة خلت، في إحدى قرى جبل يهوذا في فلسطين، عمت الفرحة بيت زكريا الكاهن، لأن ولداً ولد له، وكان الطفل وأمه إليصابات بصحة جيدة. فسمى الوالد والوالدة ابنهما يوحنا، وتساءل الأقرباء والأصدقاء: ما عسى أن يكون هذا الصبي؟ فتساءل الناس، أما الوالدان فكانا قد قررا أنه سينذر للرب. يعظم الرب رحمته لكل إنسان بكونه خلقه على صورته ومثاله، ووضع في قلبه الرغبة في أن يراه، حتى حين تكون هذه الرغبة غامضة ومجهولة. لا ينفق الله يجذب الإنسان إليه لكي يدعه يعيش ويجد فيه هو ملء الحقيقة والسعادة التي يبحث عنها دون توقف. عظم الرب رحمته لشعبه إذ عرفه على ذاته بالابن الحبيب، فليس بعد خوف أو كآبة، فهناك الرب يغمر البشر بحنانه ومراحمه ثابتة إلى الأبد. إن الله بدافع من حبه وحكمته يوحي بذاته للإنسان، وهو تعالى يكشف عن ذاته وعن مخططه الخلاصي الذي أقامه منذ الأزل في المسيح من أجل الإنسانية، وذلك من خلال أحداث وكلمات. هذا المخطط الخلاصي يقضي بإشراك جميع الناس في الحياة الإلهية بنعمة وفعل الروح القدس، لكونهم جميعاً هم أبناء الله بالتبني في ابنه الوحيد يسوع المسيح.
يوحنا المعمدان هو السابق للمسيح، بمولده تم فرح كبير ودعي يوحنا، وتفسير اسمه حنان الله، هو رسول من الله، كتب فيه أشعيا النبي: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا للرب طريقا واجعلوا سبله مستقيمة. جاء يوحنا يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده، ما كان هو النور بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. من يقبل يسوع يقبل الحياة الأبدية، والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، ويعرف يسوع المسيح الذي أرسلته، ويفرح الله قلب الإنسان، يمنحه أن يسعى إلى عيش القداسة. إنه وحده قدوس، يقدس القلب بروحه، ولا ينفك يجذب الإنسان إليه لكي يدعه يعيش ويجد فيه هو ملء الحقيقة والسعادة التي يبحث عنها دون توقف. ويعظم الرب شعبه، فوضع يسوع نفسه لكنيسته الأسرار المقدسة، وأهمها المعمودية وسري التوبة والإفخارستية. ففي المعمودية يتجاوب المؤمن مع دعوة الله ويتقدم منه تعالى، فيفيد الله فيه روحه القدوس ويجعله مشاركا له سرا ولكن حقيقة في حياته الإلهية على مستوى الجوهر والكيان، فيصير في الثالوث الأقدس ابنا بالتبني في الابن الوحيد يسوع المسيح. وميزة المعمد هذه لا تمحى بل تلازمه، وإن شوهها بالآثام والخطايا، لأنه في جوهر كيانه كاهنا في الكاهن الأعظم يسوع المسيح. والمعمودية وإن جمعت الإنسان بالله على مستوى الجوهر فهي لا تمحو فيه إنسانيته، وبوسعه كما يقول بولس الرسول: ليرفك بالجهال ضالين، لأنه هو نفسه متسربل بالضعف، وعليه من أجل ذلك الضعف أن يقرب القرابين كفارة لخطاياه ولخطايا الشعب. وفي سر التوبة يعترف المرء باسمه الشخصي وباسم إخوانه بني آدم بضعفه، ويصرخ إلى الله عن نفسه وعن الجميع. وفي سر الإفخارستية يشارك المؤمن المسيح في موته وقيامته، ويعبر معه إلى عمق السماوات بتسليم ذاته وتسليم إخوانه بني آدم إلى الآب، قائلا مع الرب يسوع: يا أبتاه، بين يديك أستودع روحي. يعظم الرب شعبه، ففي كل احتفال لترجيه هو احتفال يتم بحضور يسوع الحي الممجد الذي هو الألف والياء، هو الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. إننا لا نستطيع أن نكون بدون الرب، ولا يمكننا أن نحيا بغير افتقاده. لذلك
كما اختار الرب عماله وأعب أعماله، يعد كل واحد منا لعمله فيجد فيه الفرح والعطاء والخلاص. تعال أيها الرب يسوع، فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. أمين. نؤمن بإله واحد. إيت الوط مدبحي دلوه والوط ألوه دم حادي طليوت ونبسو قب طيبو طوخ يعول البيت اسجود بهايك لو اتكون شو يا حل تخمو يدامرن وبزاديكو تخام بخير صلاة وعلي الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجدل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا
وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومرمروم. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وإن لم نعطي بعضنا بعضا السلام، بقلب نقي ومحبة إلهية فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مصباح الله، سلام للأسرار الموضوعة عليك، سلام لك يا بت الكاهن ويا خدمة الروح القدوس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة
إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه يا حق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآن، وواهب الحياة، ولك يجب المجد، وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والصارفين ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية، ممجدين هاتفين. قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي. إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودك دمحة شودي لنعبد حي، نساب اللحم بيداو قاضي شوطو، وبارخو قادش وقصو يا بالتلميداو كدمار، سبخول من كل خون، هونو دنيتاو فغرو الديل، دحلو فيكون وحلف ساجيه متقسي ومتيهب، حصو يطحوبي والحاية دلعو لم نعلمين. آمين. هو خانو عالكوسو دمزقو حمرو من مايو، وبارخو قادش ويا بالتلميداو كدمار، سابشتاو مني كل خون، هونو دنيتاو بموديل دياتي كحداتو، دحلو فيكون وحلف ساجيه متشد ومتيه، حصو يطحوب والحاي دلعو لم علمين.
كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وإن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل الينا من سماء روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب ولياتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين. ويجعل مزيج هذه الكاس دم المسيح إلهنا آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار بنديكتوس بابا روما ومار نصر الله بطرس بطرياركنا الأنطاكي ومار جي بولس مطراننا وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب اذكر يا رب حكامنا المسؤولين بيننا وفي العالم كله
لحكيم العدل ويحل السلام، نسألك يا رب. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدر، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، واستفانوس رئيس الشمامسة. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين رأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة،
بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مسبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد أنا وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي متساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد. وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Thank you.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك وسقيتنا دمك يا محب البشر. ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر. الدنيا حلة حلة تخلص مشوارة، توصل وتلاقي الله طفل صغير بمغارة. يا الوادي الكتاب يا حرب نشكرك أيها الرب للأولاب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك وبك يليك المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.